والكيمياء؟ علاقة الشعر بالكيمياء علاقة غريبة ووطيدة جدا. هناك قاعدة كيميائية تنص على أن الشبيه يذيب شبيهة، فأنا أجد أن الشعر والكيمياء متشابهان، لأن الشعر هو كيمياء تجريدية، النص هو عبارة عن مرادف حسي للمركب. في النص نضع الأفكار، نضع المخيلة، نضع المجاز، وبالتالي ننتج قصيدة عظيمة. بشاركك بس معلومة، أيام التدريب علشان أصير مذيعة كمان يا عبد الله، اللي كان يدربني كان يقول لي اعتبري اللغة العربية وكأنها معادلات رياضية، وحبه للغة العربية كان أنه كأنها معادلة، فكر باللغة بالضبط. فأعتقد أنه هذا شبيه، يعني ذكرتيني بهذا اللقاء لما قلتي لي أنها كأنها معادلات كيميائية الشعر، لأن كل العلوم هي تصب في مجال واحد، يعني نقدر نوظفها. يعني إحنا ممكن القصيدة نقول أن حتى العلوم الفيزيائية إحنا نقدر نشم، لما نسمع قصيدة نشم ونلمس نتحسس ونرى، فكل العناصر عناصر متكاملة مع بعض. جيد، هذه العناصر، يعني خلينا نأخذ فلسفتك في الشعر، ما بين الكلمة، الصورة الشعرية، المفردات المختارة، كيف يمكن أن تكتب قصيدة؟ القصيدة معاناة، يعني قدر ما نتلذذ وننتشي لما نسمع قصيدة، قدر ما نحس بمعاناة الشاعر لما يكتب. يعني هو ممكن قصيدة تجيب دفقة شعرية واحدة، ممكن قصيدة نجلس أيام شهور وإحنا نعاني وإحنا نقص ونرتب ونخيط فيها بيت بيت، فمختلف يعني متباين هذا الشعور. جيد، واللحظات اللي تأتيك طبعاً يأتي هذا التدفق أو هذه الفكرة، لها زمن معين، لحظة معينة، تفاصيل معينة لاستحضار هذه الحالة الشعرية، ولا تأتي بإرادة هذه الحالة؟ الشعر هو كائن مباغت، يعني بإمكان أن ممكن نحس هو كائن متلبس بالهواجس بالقلق، مباغت لنا، يعني ما نقدر نحدد أن الآن يأتي الشعر أو لا يأتي. ممكن وأنا أطبخ تأتي القصيدة، مثل آخر نص اللي هو تذكرة المجاز الأخيرة، هذا كتبته أنا متعبة جسديا. ممكن أحيانا التعب الجسدي يحرض ويحفز العقل أن يكون صافي، يكون مقاوم هذا التعب، فما نقدر نحدد أن في لحظات شعرية معينة. هل في عوائق تواجهها الشاعرة اليوم؟ هذا الزمن هو زمن المرأة، لكن تحكم الشاعرة عدة عوامل وعدة ضغوطات. تقول الشاعرة الجميلة العمانية عائشة السيفي أن الشاعرة دائما تكون تحمل هم الناس وتهمة الناس، يعني إحنا دائما قصائد الشاعرات نحملها ونسقطها على تجاربها الشخصية، على حياتها. إحنا نحب لبنى وعبلة وليلى لأنهن حبيبات الشعراء، لكن الشعراء لا تجرؤ أن تصرح باسم، حتى اسم مجازي لحب لقصيدة، دائما يكون هذا الإسقاط المباشر. أيضا ربما المسؤوليات التي أنيطت بالمرأة من الحمل والولادة كلها تأخذ الشاعر من هذا العالم، وأنا أعتقد أن كل شاعرة هي مكافحة ومجاهدة استطاعت أن تشهر هذه الكلمة في وجه العالم. جيد، طبعا انت حصلت احدى قصائدك على المركز الاول في مسابقه نادي ابها الثقافي، نتمنى لك دائما وابدا التميز، ويجب ان نستمع الى الشعر خصوصا وهذه اخر فقرات حلقه اليوم من برنامج اليوم وحلقه الاسبوع ايضا من برنامج اليوم. ايش حتسمعينا طبعا من مختار لك؟ اختاري لنا شيء. ممكن ابدا بالمقطوعه اللي كتبتها لابها؟ نعم. وبعدين ندخل على النص الفائز. يلا على عجالة، ويا ليت تنتهين من النص وتنتقلين إلى الآخر، تفضلي. إن شاء الله. عن البنفسجي في فستانها سلها، لما تدلى بعنقود الهوى الأشهى، سلها عن المطر المعقود في فمها، يراقص الحلم في غيماتها الولهى، عن التلال إذا مد سواعدها الخضراء، والورد من ودناتها أزهى، عن بنها حينما المعنى يحمسه قصائدا، أذكرت من عطرها المقهى،
ملائك الغيب حراس لضحكتها، أنثى الضراب عروس واسمها أبهى. الله. تذكرة المجاز الأخيرة، من فرط ما ارتشف السؤال جوابه، ما عاد يفتح للحقيقة بابه، من شرفة أخرى تضل فراشة، وبصدر عزلته تضيء غيابه، وترف في وجه المرايا رقصة كالريح أغرت في المحيط عبابه، فمشى وراء الضوء مفتتنا به، وتكشف المعنى إليه فهابه، هو ممعن في التيه يخشى لو يمس بثغر مصيدة الكلام عتابه، ورأى بكف الأرض من أعروقها نخلا تغادر في السماء سحابه، فتيقن الإنسان أن نجاته بالأرض، انضم التراب ترابه، ما الطين ما الإنسان غير قداسة الوطن الممازج بالهوى أصلابه، وطن برائحة الحنين إذا مشى ورد الجنائن يبتغي أثوابه، نهر العواطف في مضيق جبينه يختط من شفة الندى أتعابه، إن قالت الصحراء لا ماء سيحلب من ضروع الأمنيات سرابه، الله عليك. ويحيل أصداء الفراغ منابرا للذكر أكد بالهدى استحبابه. يعني سلمتي وصح لسانك، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذه الأبيات الشاعرة حوراء الهميلي، يعطيك ألف عافية. يعطيك العافية.